استاذ احمد مساء الخير. مساء النور. اللوحه دي مشهوره جدا لان هي وجدت ضمن مقتنيات في قريه ميدوم اظن في الفيوم، ومن اللوح المعبره جدا عن الفن المصري القديم، ممكن حتى في العصر القبطي لحد ما. قد ايه فكره الاهميه ان احنا نستنسخ مثل هذه اللوحات؟ يعني هو احنا هنا بنعمل احياء فن للفن المصري، هنا بنعمل احياء فن للفن المصري. لوحه زي دي لما نعملها ونطلعها بنفس التكنيك وبنفس التفاصيل نقول قد ايه ان احنا بنتوارث الفن من اجدادنا. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الفن عامه لازم يتعمل له احياء، بحيث ان الفن ثقافه مهمه جدا في المجتمع المصري. الفن بيعمل رقي للبني ادم وبيزرع في الانسان المرونه وعدم التطرف. الفن زي ما بيقولوا بيمنع الارهاب اكيد. فحاجه زي كده دي يعني مش يعني هي مجرد اللي يشوفها يقول مجرد وز، انما هي في الحقيقه انها استمتعت جدا وانا برسمها، يعني لان فيها تفاصيل كتيره قوي. والتفاصيل دي انت حافظت عليها من النسخه الاصليه؟ في النسخه الاصليه. بس فيعني اوز ميدوم انا حتى اول ما بدات فيها يعني لما شفتها لقيتها مجرد اوز، بس لما فعلا تمعنت فيها ورسمت لقيت انها فعلا تستحق الوقت، لدرجه ان انا عملت منها نسختين. ف اوز ميدوم من الحاجات اللي انا استمتعت بيها جدا يعني. طيب هو قد ايه فكره انه مثلا رسوم المستشرقين في كتاب وصف مصر، قد ايه اهميه ان احنا ننشر هذا الوعي ونعيد انتاجه مره اخرى بنفس الجوده؟ بنفس الجوده، ده بيثبت ان احنا كمصريين قادرين نعمل اي حاجه وبنفس الكواليتي. يعني اي حاجه بتتعمل قديمه او اي حاجه بيقولوا عليها انها حاجه تاريخيه وحاجه فظيعه ملهاش زي، احنا هنا في شركه كنوز بنعملها. يعني ده موضوع روتيني بالنسبه لنا ان احنا نطلع الحاجه بالكواليتي العاليه، والموضوع برضه حب. انت بتستلهم روح الفنان الاصلي أكيد. وبتعيد أكيد. انتاج ذهنه اكيد.